السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ والتلميذات، طبتم وطاب يومكم، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. أعزائي، لازمنا نواصل دروسنا عن بعد، واليوم سأقدم لكم درسا في مادة اللغة العربية مكون القراءة، الحصة الثالثة والرابعة، المستوى الثالث ابتدائي. لازمنا في مجال الرحلات والأسفار، إعداد وتقديم الأستاذة سلوى. عنوان درسنا يا صيف مرحى. إذا كنا قد تعرفنا على هذا النص الشعري في الحصة السالفة، اقترحنا له مجموعة من التوقعات، وكذا شرحنا كلماته الصعبة وفق استراتيجيات مناسبة. واليوم في هذه الحصة بإذن الله سنحاول أن نقرأ الكلمات البصرية، وكذلك قراءة نص بلاد قراءة مشتركة، وينشد المتعلم النص الشعري وفق خصوصيته، ويعبر عن فهمه لمضامين النص ويحلله، كذلك يحفظ النص أو أبياتا منه. إذن سنبدأ أولا بالكلمات البصرية. وكلماتنا البصرية التي كنا قد تعرفنا عليها في هذا الأسبوع هي عوض، عمن، كلما، لولا، شطآن. إذن حاولوا أن ترددوا معي هذه الكلمات البصرية: عوض، عمن، كلما، لولا، شطآن. مرة أخرى: عوض، عمن، كلما، لولا، شطآن. إذن حاولوا أن تركبوا هذه الكلمات البصرية في جمل مفيدة. سأعطيكم بعض الأمثلة: لولا رجال الإطفاء لاحترق بيتنا بأكمله. كذلك يمكن أن نقول: شاركت في المسرحية عوض صديقي المريض. كذلك يمكن أن أقترح عليكم جملة مثل: تبحث أمي عن خادمة تساعدها في، أو عفوا، تبحث أمي عمن تساعدها في أشغال البيت. كذلك: كلما طبقت نصائح الطبيب حافظت على صحتي. وجملة أخيرة: شطآن بلادي جميلة. إذن أنا اقترحت عليكم بعض الجمل تتضمن هذه الكلمات البصرية، أنتم بدوركم ركبوا جملا مغايرة للجمل التي اقترحتها عليكم. الآن ننتقل إلى الكلمات، أو عفوا، الآن ننتقل إلى القراءة المشتركة. وقراءتنا المشتركة هي بلادي. حاولوا أن تتابعوا معي. جنة بلادي، جنة الدنيا بلادي، حبها ملء فؤادي، خيرها في كل وادي، حسنها للعين بادي، في الروابي والسهول، في البوادي والحقول، في صباح أو أصيل، حسنها للعين بادي. فدوى طوقان. إذن أنتم بدوركم حاولوا أن ترددوا معي هذه القراءة المشتركة: بلادي، جنة الدنيا بلادي، حبها ملء فؤادي، خيرها في كل وادي، حسنها للعين بادي، في الروابي والسهول، في البوادي والحقول، في صباح أو أصيل، حسنها للعين بادي. إذن ماذا تحب الشاعرة؟ نعم أحسنتم، إذن تحب الشاعرة بلادها. كذلك ماذا تعتبر الشاعرة بلادها؟ أحسنتم، إذن تعتبر الشاعرة بلادها بمثابة جنة الدنيا. نعم،
إذن الآن أعزائي سننتقل إلى النص الشعري. خذوا كتب اللغة العربية الصفحة 214 وتابعوا معي. يا صيف مرحى، جئتنا يا صيف مرحى، بعد أن ولى الربيع فقلوب الناس فرحى، سرها الطقس البديع. إن تكون فيك الحرارة فلها الشط الجميل، فهو سحر ونضارة جوه يشفي العليل. متعة أنت وراحة أيها البحر العظيم، أي شيء كالسباحة والشواطئ والنسيم. فوق أمواج لطيفة لونها الصبح الجديد، باهتزازات خفيفة زورق الهادي يميد. هكذا أقضي صباحي، هكذا أقضي المساء، واجدا كل ارتياحي بين شطآن وماء. الشاعر عبد العزيز الحاج طيب، مجلة عرفان. إذن أعزائي، بعدما استمعتم إلى إنشادي لهذه الأبيات الشعرية، حاولوا بدوركم أن ترددوها مرات عديدة محاكين بذلك قراءتي الشعرية. الآن أعزائي سأطرح عليكم بعض أسئلة الفهم لأرى مدى فهمكم واستيعابكم لمضمون النص الشعري. إذن بما رحب الشاعر ولماذا؟ أحسنتم. إذن رحب الشاعر بالصيف لأن الصيف هو فصل الراحة والمتعة والمرح. السؤال الموالي، لما فرحت قلوب الناس؟ جيد، إذن فرحت قلوب الناس بقدوم الصيف وطقسه البديع. السؤال الآخر، كيف هو شاطئ البحر؟ أحسنتم، إذن شاطئ البحر جميل وساحر وممتع، وجوه يشفي العليل، والعليل هو المريض. كذلك كيف يقضي الشاعر يومه؟ نعم، إذن يقضي الشاعر يومه مرتاحا ومتمتعا بين الشطآن والماء. الآن سننتقل إلى إنجاز بعض الأنشطة. أكمل بالصفة التي أعطاها الشاعر لكل مما يأتي كما في المثال. إذن أعزائي، وصف الشاعر القلوب بأنها فرحة، يعني معناها فرحة، فرحة بقدوم الصيف، القلوب فرحة. الآن سنحاول أن نبحث في هذا النص الشعري عن الصفة التي أعطاها للطقس والشط والبحر والأمواج والصبح والاهتزازات والزورق. نعم، إذن حاولوا أن ترجعوا إلى النص واستخرجوا الصفة التي أعطاها الشاعر لهذه الكلمات. نعم، إذن أعزائي بماذا وصف الطقس؟ أحسنتم، إذن قال عن الطقس بأنه بديع، إذن الطقس بديع. كذلك الشط، كيف هو؟ جميل، الشط جميل. كذلك وصف البحر بأنه عظيم، قال عنه أيها البحر العظيم، إذن البحر عظيم. كذلك بماذا وصف الأمواج؟ أحسنتم، وصف الأمواج بأنها لطيفة. ماذا قال؟ فوق أمواج لطيفة، إذن وصف الأمواج بأنها لطيفة. كذلك بماذا وصف الصبح؟ أحسنتم، إذن وصف الصبح بأنه جديد، حيث قال فوق أمواج لطيفة لونها الصبح الجديد، إذن وصف الصبح بأنه جديد. كذلك بماذا وصف الاهتزازات؟ جيد، إذن قال عن الاهتزازات بأنها خفيفة، باهتزازات خفيفة. كذلك وصف الزورق بهادي،
إذن وصفه بأنه هادي. والاسم أعزائي المنقوص عندما يصبح نكرة نقوم بحذف الياء التي توجد في آخره. إذن في الكاف الشاعر قال زورق الهادي يميد، ولكن نحن عندما حولنا هذا الاسم إلى نكرة حذفنا الألف واللام وحذفنا كذلك الياء فصارت الزورق هاد. إذن سأقرأ هذه الكلمة، هذه الجمل: القلوب فرحة، الطقس بديع، الشط جميل، البحر عظيم، الأمواج لطيفة، الصبح جديد، الاهتزازات خفيفة، الزورق هادي. الآن ننتقل إلى فقرة التذوق. أبين الحروف التي تنتهي بها الأبيات وأكتشف نظامها. إذن أعزائي ارجعوا إلى النص الشعري وحاولوا أن تبين الحروف التي تنتهي بها الأبيات الشعرية. نعم، إذن إذا لاحظنا البيتين الأول والثاني ينتهيان بحرف العين بعد أن ولى الربيع البديع. إذن الربيع البديع. أما إذا انتقلنا إلى البيت الثالث والرابع سنجدهما ينتهيان بحرف اللام الجميل والعليل. والبيت الخامس والسادس كذلك ينتهيان بحرف الميم العظيم النسيم. أما البيت السابع والثامن فينتهيان بحرف الدال الجديد يميد. أما البيتين الأخيرين فإنهما ينتهيان بالهمزة المساء ماء. إذن انظروا أعزائي هذه الحروف المتشابهة تضفي على النص الشعري جمالية وكذلك رنة موسيقية جميلة. إذن الحروف التي تنتهي بها الأبيات هي العين واللام والميم والهمزة والدال كذلك الهمزة. إذن أعيد: العين واللام والميم والدال والهمزة. إذن حيث استعمل الشاعر نظام التناوب وتكرار الحرف في كل بيتين. كذلك أعزائي شبه الشاعر الشط بالدواء. إذن الشط هو الشاطئ. إذن نستخرج من النص العبارة الدالة على ذلك. كذلك ارجعوا إلى النص الشعري واستخرجوا للعبارة التي تبين بأن الشاعر شبه الشط بالدواء. إذن ما هو البيت الشعري أو العبارة التي تدل على ذلك؟ نعم، إذن العبارة التي تدل على ذلك هي: قال الشاعر جوه يشفي العليل. إذن وصف لنا جو الشاطئ بأنه يشفي العليل والمريض. الآن ننتقل إلى فقرة أنتج. أشخص الشاعر وأخاطب البحر بأسلوبي فأقول له ما قال الشاعر. إذن أعزائي هذا النشاط أنتم من ستقومون به في بيوتكم، ستحاولون تشخيص الشاعر وتخاطبون البحر بأسلوبكم فتقولون له ما قاله الشاعر. كذلك ستحاولون أن تحاكوا الشاعر وتخاطبون فصل الربيع. ستبدأون بهذه العبارة: جئتنا يا ربيع مرحا. إذن وستكملون. إذن الشاعر في القصيدة خاطب الصيف فصل الصيف وأنتم ستخاطبون فصل الربيع. إذن عندما تقومون بهذه الأنشطة ابعثوها إلي في هاتفي الخاص. أعزائي عزيزاتي بهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة والإنصات وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.